أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو الخميس 27 مايو أيار 2021. عزيزي مولود برج الدلو، الهدوء في المعاملة مطلوب ولكن مع الحزم أيضا. من المهم جدا أن تنقل إلى الآخرين ما تقصده، فقد قال سقراط تكلم حتى أراك، فحاول أن تخرج من يضيق به صدرك. عاطفيا، يفرض عليك الوضع تحفظا شديدا في حياتك العاطفية، كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والشريك. مهنيا، استفد من الظروف المالية الجيدة المتاحة، وقد تطلب استشارة مديرك لترتيب أمورك المهنية، واستنادا على محبة زملائك في العمل. صحيا، الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملا أساسيا في تزايد الضغوط على محبينك.